السلام عليكم، اهلا بكم ومرحبا بكم في قناه الامله للطبخ. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد الكوتي ديال حرشه مغربيه، حرشه بلديه نعملها معكم. هي اللي غادي نحطها ان شاء الله في الكوتي. بقاو معايا ونبداو الطريقه والمقادير ديال هذه الحرشه. هذه هنا عندنا غنستعمل 3 ديال الكؤوس ديال السميد الرقيق، السميدة الرقيقة ديال الحرشة. غنستعمل الصفرة اللي ما عندوش يقدر يستعمل حتى ديك البيضة. هادي شوية زايدة في الثمن، اللي كتعمل شي 10 دراهم الكيلو، والأخرى كتعمل 5 دراهم. المهم انا استعملت 3 د الكؤوس كما كتشاهدوا، هي حرشة صغيرة مويان ماشي كبيرة. غنضيف ليها واحد شوية ديال الخميرة الفورية، غير نص معلقة صغيرة، نص ديالها تقريبا ماشي بزاف. وغنضيف الملح على حساب الرغبة، وغنضيف معلقة صغيرة ديال سكر حبيبات. هادشي غنخلطو غير بيدينا، غنخلطو بعدا هادو النواشي هكدا. من بعد غادي نبسبسوها بالزيت. انا عندي هنا واحد نص كاس كفاني، ما كفانيش غادي نزيد، ما يوصلش نص كاس تقريبا، غير واحد تلوت الكاس صغير هذا. درت فيه انا الزيت البلدية، نحاولوا غير بالاصابع باش تشرب لينا كاع هذيك سميتها. ما تكثروش الزيت، يعني تشوفوا بان كل كاع الحبوب كاع يعني السميده تقاست بالزيت. بارك عليها، بارك غير داك تلوت كاس ركفها شتيها. من بعد غادي نديرو الماء، غنضيفو الماء، ما يكونش في داخل ما يكونش بارد. دفيتو انا واحد شويه، غنضيفو حتى على حساب هانتوما. تشوفو الخليط ديال ماشي بزاف، ما كتكونش جاريه ما كتكونش قاصحه. غنبدا في تقريبا واحد كاس ونص. المهم انا نوريكم العجينه كي كتولي، وما تعجنوهاش غير بالاصابع. كنكبو الماء وكنخلطو غير بالاصابع ديالنا، هكذا غتكون العجينه ديالنا شتيها. هي كبينا عليها الماء، و دابا غادي نغطيوها. ما درنا فيها الخميره، نغطيوها واحد نص ساعه، ما تفوتوهاش غير نص ساعه بركه. الحرشة ديالنا كيما كتشاهدو كي ولات، شوف السميدة هي الأولى، وغيكون عندنا واحد شوية د المعنى باش نقادو الحرشة ديالنا. خلوهاش تخمر بزاف، واحد نص ساعة متفوتوها ليهاش. الفوق نحاول نرشوها مزيان بالسميدة، كاين لي كيدير السميدة فازقة، ولا كيد هنا كيخلط السميدة بالزيت ولا بالزبدة وكيرشها، وكاين لي كيفضل يديرها بحال هكدا. انا هنا على النار كندير لها واحد الطيبه، كاين اللي ما كيبغيش يديرها، انا كنديرها الصراحه باش ما تلفخليناش. ونخليها حتى تطيب لتحت ونقلبوها. هذه هي الحرشه ديالنا، تبان بحال الحرشه البلديه.
شويه ديال الزيت، هذه هي الحرشه ديالها اللي غنقول لكم بالصحه والراحه، حاولوا تجربوها سهله ودي. شنو اخر الفيديو، شكرا على المتابعه والى فرصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.